هي والميناء وباستطاعتهم هم مغيبين طبعا حتى اصواتهم مغيبه حتى ما عندهم صوت بالهيئه العامه حتى ماكو يعني ماكو بدليل انه ماكو واحد مرشح انا حتى طالبت اللي قريبين من عندي قلت لهم قلوا للمشتقين اللي يقدم استقاله لا يرجع بعد حتى يترك يفسح المجال لغيره هل هناك دور بكل صراحه وفقا لمتابعتك هل هناك دور لمحمد ناصر او يونس محمود في تشكيل الهيئه العامه والله استاذ علي انا ما شفت بعيني انا من طبيعتي بصراحه هو ماكو واحد يشوفه بعينه اي شيء بس لكن يعني يسمع ويعرف ويتابع اسمع محمد ناصر انا ما ملتقي به صار لي اكثر من سنتين زين اما يونس محمود ما اعرف الرجال يعني كمستوى بصري اما التدخل شنو ما اعرف يونس محمود يعني ما اعرفه انه كعلاقه شخصيه حتى احكي وياه بموضوع او غيره اما لا اعرف النجم العراقي الكبير وكل احترامنا واجلالنا زين هل هناك دور للي ذكرتهم بتشكيل والله استاذ علي اللي يقول هذا الكلام معيبه ليش زين اثنين ياثرون على الاف شنو اثنين اعضاء اتحاد نائب رئيس اتحاد وعضو اتحاد لا واذا عضو اتحاد يكون العلاقات والتواصل بالهيئه العامه وبالهيئه الاداريه وبالاولمبيه وبالوزاره حكيت ويا محمد جابر حكيت ويا محمد جابر قلت له ليش تتدخل انت بانتخابات اتحاد الكره قال صارت عندي اتصالات ويمكن هو يقدر يوضح الاتصالات منين ما قال لي منين قلت له ليش تجامل انت قول ما انتخب فلان مو لولا حتى صارت مشكله بينه وبين الكابتن محمد جابر العفو طاهر بلص على التصويت زين فاحنا اليوم مصلحتنا اهم يعني انا اليوم من الايام الكابتن شرار حيدر صار اتصال عن طريق طاهر بلص هذا غير موضوع بس لتقريب وجهه النظر فقال دكتور انه الكابتن شرار حيدر يريد يقيم دعوه على انتخابات الاتحاد قلت له ما دام الرجال يريد يصحح مسار فانا اقيم دعوه وانا متبرع مجانا التقيت بالكابتن شرار حيدر واتفقنا على اقامه الدعوه ولكن الرجال رد اتصل بي وقال انه مصلحه العراق اهم وانا اترك كل الدعاوى امامنا احنا مسابقه وهي كاس العالم تصفيات كاس العالم فعلا انسحبت واحترمت رايه والانسان يعني محب فالانسان خليه يتجرد من الانا حتى نوصل الى نتيجه. مو هي المشكله يعني هم مشاعر انت ترى مصلحه النادي بوجود جليل حنون. نعم. اخرين يرون دمار النادي جليل حنون وما راح نوصل لمشكله استاذ خوش كلام ما راح نوصل وصلنا الى نتيجه يجون المستقيلين ويعلنون استقالتهم من داخل الاداره امام الاعلام حتى تكون رسميه وخلال 72 ساعه من حقهم او خلال نفس اليوم يشكلون هيئه مؤقته ويكتبون حسب الماده 14 يكتبون لجنه اولمبيه يقول الاداره اليوم حلت نفسها بطلب من الهيئه العامه واحترمت قرار الهيئه العامه وهذه الاسماء المرشحة للهيئة المؤقتة لإدارة شؤون النادي لمدة 3 أشهر ومن ثم الإعداد الانتخابي.